وأنا موجود على جبل الزيتون أطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، منطقة جبل المريا، لكن بتشوفوا أيضا جبل صهيون اللي هي كانت مدينة داود. النبوة بتتكلم في سفر حزقيال عن داود إنه هو الراعي، لكن هو الراعي اللي بيرمز للراعي الأعظم، للراعي الصالح اللي هو يسوع المسيح. وفعلا جاء الراعي الصالح في ملء الزمان وبذل نفسه وقدم نفسه كفارة وفداء من أجلك ومن أجلي في هذه المدينة خارج أسوار أورشليم عند الجلجثة. هناك صلب وتم الفداء الكامل، وضحى الراعي بنفسه لأجلك ولأجلي حتى أنت وأنا نحصل على الحياة. فالمسيح يدعوك إلى الحياة وأن تختار الحياة وأن تأتي إلى الراعي الصالح اللي مش بس بيكفل حياتك وضمانك، لكن بيكفل أبديتك ولا يقدر أحد أن يخطفك من يده. فمن تتبع؟ الشخص اللي بيعطيك ضمان الحياة الأبدية أم الشكوك أنت مش عارف شو مصيرك؟ بصلي من كل قلبي إنك تختار المسيح اليوم، تختار الحياة وتعلن احتياجك، تقول يا رب ارحمني أنا الخاطئ، وسلم حياتك للمسيح. بحب أسمع منك، من فضلك تواصل معنا، الرب يباركك.